تعالوا نتكلم في فتح شهيه الاطفال. نبدا من اول خالص، معنا طفل رضيع هنبتدي ناكله. الطفل الرضيع ده في الاول بيقعد فتره يرضع، يعني بيقعد اول 4 شهور، اول 5 شهور، اول 6 شهور، على حسب احنا هنبدا اكل امتى. الطفل لما بيبدا اكل بيبقى في منهم نوعين، في اطفال بيبقى شهيتهم للاكل حلوه، في نوع تاني لما تيجي تبدا له اكل تلاقي الطفل مش عايز، رافض فكره الاكل. دول بنقابلهم وموجودين وكتير. وهنا انا بقول للام ايه؟ اهدي، ما تقلقيش خالص، ريلاكس، اهدي عادي، ده بيحصل وبيقعد فتره وبنتغلب عليه. بس عشان نتغلب عليه بقول لك احنا محتاجين نعمل حاجه واحده، ان الطفل ده مش متعود على طعم الاكل، هو بقى له فتره بيرضع فمش متعود، فاحنا عايزين نعوده على طعم الاكل، مش عاوزين ناكله، لا احنا مش هناكل، احنا هنخليه يدوق بس، يدوق يلحس بس. فالطفل ده نعمل معاه ايه؟ اجيب الصنف لحسه له على طرف لسانه او على لسانه، يبقى هو ايه؟ ده طعمه. وقعدي كرر الموضوع ده اسبوع 2 3 فاصناف مختلفه، دوا ايه الرز مره، دوا ايه البطاطس مره، دوا ايه الجزر مره، دوا ايه الكوسه مره، وهكذا يدوق مره 2 3 4 5. احنا بنعمل ايه؟ بدرب لسان الطفل ده على ان انت تدوق اطعمه مختلفه، كل حاجه من دي ليها طعم مختلف. فيبتدي الطفل مره في مره يبتدي يستوعب الموضوع ويفهم ان احنا ايه، ده في حاجه تانية غير اللبن، في حاجه ليها طعم تاني هياخدها. وبعدين تلاقي الطفل لما بتدي له الاكل بدا ياكل، بقى بياكل بقى خلاص، نروح ماشيين معاه. ادي كده ايه اول حاجه. طيب مشينا معاه يا دكتور وكان مشي حلو، وبعدين راح جاي فجاه بقى اكله وحش، ده سببه ايه يا دكتور؟ ده ليه اسباب كتير. ايه هي الاسباب دي؟ اشهرهم طفل كان بياكل كويس وبعدين فجاه شهيته قلت، والطفل ده في العمر بتاع التسنين، يبقى الطفل ده ممكن يكون بيسنن. طب اعرف ازاي يا دكتور؟ اول حاجه ان الطفل يكون في عمر التسنين، تاني حاجه يظهر على الطفل اعراض التسنين اللي احنا كلنا بقينا عارفينها بقى، الطفل بيريل، اللثه بتاعته ورمه باينه، لما تبص تشوف فوق او تحت تلاقيها ورمه، الطفل بيعض في اي حاجه حواليه، الطفل مقريف وعمال يزن، البراز بتاعه ريحته تتغير شويه، يبقى سايب شويه، الطفل يدفى شويه، يدفى كده حاجه بسيطه، يبقى مغلبك في النوم شويه على غير عاد، وهكذا اعراض التسنين. فيبقى الطفل ده هيقلل اكله يومين ثلاثة كده فترة التسنين وبعدين هيرجع ياكل. الام تقول لي طب اعمل ايه في خلال الفترة دي يا دكتور؟ اقول لها اعتمدي على الرضاعة اكتر في الفترة دي لحد ما شهية الطفل ترجع تاني، ياخد له كام يوم ويرجع تاني. والموضوع ده بالمناسبة ما بيحصلش مع كل الاطفال، في اطفال مع التسنين فعلا اكلها بيقل شوية، فقول للام معلش اعتمدي على الرضاعة وما تخافيش الطفل مش هيجرى له حاجة. وفي اطفال بيسننوا من غير ما نحس بيهم، يعني دول موجودين ودول موجودين. طيب ايه تاني؟ طفل عي، جاله اي عي؟ انتوا حضراتكم كلكم عارفين، انتوا الطفل لو جاله اي عيا، اي عيا مش شرط يكون التهاب زور، بس في امهات مفكره ان الطفل ما يرضاش ياكل عشان زوره ملتهب او اللوز ملتهبه فمش عارف يبلع، ده احد الاسباب. انما اي عيا، اي عيا الطفل بيعياه بيخليه عنده فقدان للشهيه. فلو طفلك كان بياكل كويس وفجاه لقيتيه شهيته قلت وظاهر عليه اعراض مرضيه، يعني شهيته قلت وبقى بيخنفر جامد او بقى مزكوم او بقى بيكح او بيسهل او بيرجع او سخن، يعني عنده اعراض عيا اهو، فهنا ما تسأليش نفسك هو ابني بطل اكل ليه؟ ما ابنك عيان اهو يا ست الكل، ما باين عليه عيان. فحضرتك هتروحي للدكتور بقى يقول لك الواد عنده ايه. مجرد ما بنعالج الطفل بناخد بعد الطفل ما يخف كام يوم، 4 5 ايام، اسمها فتره نقاهه، لان برضو الطفل ما بيخرجش من عيا يجي تاني يوم يقول لك فين الاكل، هات انا عايز اكل، ده ما بيحصلش. زي حضرتك لما بتخرجي من عيا كده، انت بتخرجيش من عيا 100 100، انت بتخرجي من عيا بتاخدي لك كام يوم كده على ما ترجعي تسترد عافيتك تاني وصحتك. الطفل كده بيخرج من عيا ياخد له كام يوم كده ايه على ما يرجع لشهيته. فده السبب الثاني اللي خلى طفلك كان بياكل وبعدين ما بقاش يعني قلل اكله خلاص. السبب الثالث ان الطفل ده فجاه شهيته قلت عشان بيسنن، فانت تيجي تاكليه ما هوش راضي، فانت تقول له لا بقى انت هتاكل غصب عنك، فتبتدي تحشري الاكل في بقه وتقلميه وتخصبيه وتزعقي له وتضربيه وتقلبي الدنيا. فالطفل يكره الاكل ويكرهك انت شخصيا ويكره الموضوع، انا مش هاكل بقى خلاص. يا ستي هو الولد كان بيسنن، شهيته هتقل يومين ثلاثة، رضعي في اليومين ثلاثة دول، انت قلبت الموضوع لخناقة وخليت الطفل بقى بيشوف الاكل قدام عينه، اللي كان لما بيشوف الاكل بينط عليه بقى بيشوف الاكل يطلع يجري ويصوت. والمهم بقى الاكل ايه؟ الطفل يخش يحشر الاكل ببقه وبعد ما خلص يروح مرجع. طب انت استفدت ايه؟ طب ما الواد رجع كل اللي انت اديته له وكره الموضوع. فما تقعيش في الغلطة دي، لان العيال دول بقى الام تقول طب يا دكتور ما انا عديت فترة التسنين وما رجعش كل، لكن ما تقولكش بقى انها فترة التسنين ده طلعت عين الولد وقعدت تحشر في بقه وتضايقه لحد ما الولد كره الاكل، بس مش هتقول لك المعلومه دي. نيجي بقى حاجه كمان برضو بتخلي شهيه الطفل للاكل وحشه، وده برضو للاطفال الرضع. ايه هي؟ هو الطفل خدوا بالكم، التغذيه تعني، انا بتكلم عن الرضع، تعني رضاعه واكل، رضاعه واكل.
الاثنين بالنسبه للطفل اسمهم تغذيه. خلاص، في ام او في طفل، يعني ممكن يكون الطفل هو اللي عامل كده او الام اللي عامله كده، الطفل معتمد على الرضاعه كتير قوي، سواء الطفل ده بيرضع طبيعي او بيرضع صناعي او الاثنين مع بعض، فالطفل ده بياخد كميات رضاعه على مدار اليوم كتير قوي، لدرجه ان الرضاعه مشبعه الطفل طول الوقت، فلما بتيجي تديله ياكل ما بياكلش، هياكل ليه؟ هو شبعان يا جماعه. فيبقى هنا الموضوع ان توازن التغذيه بتاعت الطفل ده فيه اختلال، الاختلال ده ممكن يكون الطفل السبب فيه او الام السبب فيه، ان الواد ده بياخد رضاعه كتير قوي فما بياكلش. ففي الحاله دي بقول للام ايه؟ قللي يا حبيبتي الرضاعه شويه، قللي شويه. تقول لك يا دكتور انا خايفه يخس، طب يا حبيبتي ما عشان ياكل. قللي وانا بقول لك وقف، انا ما بقولكيش وقف، انا عايزك ترضعي. الطفل لو بيرضع طبيعي وتعرفي تكملي في الرضاعه لعمر سنتين، برافو عليك، اسقف لك، حاجه هايله جدا. عايزك تكملي في الرضاعه، لكن في توازن. توازن. لو الميزان اختل منك والرضاعه زادت قوي ما تجيش تعيطي وتقولي الاكل قل، لانه لازم يقل. فسبب مشهور قوي للاطفال الرضع لفقدان الشهيه هو انعدام التوازن ما بين الرضاعه وما بين الاكل، الطفل ده بيرضع اكتر ما بياكل. والكلام ده بقى بنشوفه اوضح بكتير بعد عمر سنه. بعد عمر سنه خدوا بالكم شهيه الاطفال بتقل عن اول سنه، الطفل في اول سنه شهيته افضل واحسن شهيه هي اول سنه. عارفين ليه؟ لان الطفل في اول سنه هيزيد 6 كيلو في الوزن، الرقم ده انتم مش هتشوفوه تاني، مفيش طفل هيزيد 6 كيلو تاني في سنه، ده في اول سنه بس. تاني سنه هيزيد 2 كيلو، تالت سنه هيزيد 2 كيلو، رابع سنه هيزيد 2 كيلو، خامس سنه يعني الطفل بيزيد 2 كيلو كل سنه، في السنه كلها هيزيد 2 كيلو، ما عدا اول سنه من حياته هيزيد 6 كيلو. انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ ففي اول سنه التغذيه كتير. نيجي للطفل بعد عمر سنه، الام مكمله زي ما هي، الولد ده بيرضع كتير سواء طبيعي او صناعي، واصلا كميه تغذيته كده كده هتقل لان معدل النمو بيقل، فتلاقي الطفل ده عايش على الرضاعه، تيجي الام تاكله استحاله ياكل. فالام تجي لك معاها طفل عنده سنه وشهرين، سنه ونص، سنه وثلاث شهور، العمر ده، دكتور الولد مش راضي ياكل خالص. شوف نمو الولد تلاقيه كويس، شوف صحته تلاقيها كويسه. طب هل الام بتكذب عليا؟ لا ما بتكذبش، الولد ده عايش على الرضاعه، الولد ده بيرضع كتير. طب هل الرضاعه في العمر ده كافيه ان الطفل ده يبقى كويس؟ لا. طب اعمل ايه يا دكتور؟ اعدلي الميزان، قللي الرضاعه واحده واحده، وما تعمليش حاجه مع طفلك فجاه، يعني انا هقلل فاروح مقلله فجاه، ما تعمليش كده، قللي واحده واحده على مدى اسبوع اسبوعين ثلاثه، قللي الرضاعه واحده واحده عشان الطفل يبتدي يحس ان هو جعان فيبتدي يزود الاكل واحده واحده. تعالوا نعدي بقى بعد عمر سنه، الطفل بقى اكبر من سنه، اكبر من سنه وشهيته وحشه. ايه السبب يا دكتور؟ خدوا بالكم كل ده انا ما اتكلمتش في الاسباب المرضيه، انا اتكلمت في الاسباب اللي ليها علاقه بالتغذيه، لسه الاسباب المرضيه دي هنحكي فيها. طفل عدى عمر سنه وشهيته وحشه، ايه الاسباب؟ عندنا اسباب كتير، تعالوا نقول اشهرها. واحد منهم اللي انا لسه قايله من شويه، ان الطفل ده بيرضع كتير فلازم نقلل الرضاعه شويه. تاني حاجه، العيال اللي امهاتهم بيشربوهم لبن كتير، انا مش بتكلم على الرضاعه، بتكلم على الحليب، اللبن العادي اللي هو اللبن البقري او الجاموسي او اي لبن يعني. الطفل بعد عمر سنه الحد الاقصى اللي مسموح له ياخده في اليوم من الحليب، الحد الاقصى اللي ما ينفعش يعديه هو 500 ملي في اليوم كله. وانا بنصحك نصيحه، ما توصليش للحد الاقصى ده، لانك لو وصلتي له هيبقى كميه اكل الطفل قليله، واللبن بعد عمر سنه لوحده مش كافي ان الطفل ياخد احتياجاته الغذائيه. كمثال الحليب او اللبن فقير جدا جدا في عنصر الحديد، وده عنصر الطفل بيحتاجه عشان ما يجيلوش انيميا. فلو طفل بعد سنه بياخد لبن كتير قوي هيجيله انيميا، هيجيله انيميا لان الطفل ده ما بياكلش كويس، ما بينوعش اكله لانه معتمد على اللبن. فما تشربوش الاطفال بعد عمر سبع لبن باسراف، انا بقول اهو باسراف بكميات كبيره، كوبايه لبن في اليوم 120 ملي 200 ملي 300 ملي كتر الف خيرك بس، شكرا. الباقي يبقى اكل بقى، الباقي يبقى اكل بقى يا ست الكل، نوعي بقى خلاص. فده سبب مهم. كمان سبب تاني بقى مهم، الاطفال بعد عمر سنه احنا قايلين قبل سنه الطفل ما بياخدش حاجه فيها ملح وسكر في الاكل، فبعد سنه بقى في امهات تقولك بس احنا كده هندخل ملح وسكر، اديله، تروح جايبه بقى ايه عصير، تعمل له عصير وتحط فيه سكر بالهبل وقلب ودي حاجه مسكره قوي، الطفل بقى يقولك الله ايه الاكل الجميل ده، ده مسكر، ويروحوا جايبين له شوكولاته، الله ايه ده حاجه مسكره حلوه، ويروحوا جايبين له بسكوت، ويروحوا جايبين له كيك، حلويات حلويات حلويات، اكل مسكر مسكر مسكر. فالطفل لما يجي ياكل الاكل التاني اللي هو كان بياكله اصلا، اللي هو كان بياكل، كان بياكل خضار وكوسه وجزر وبتاع، وكان راضي بطعمه وكان شايفه كويس، يتنمرض عليه يقول لك لا 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 انا مش هاكل الاكل ده، انا عايز الاكل بقى اللي مليان سكر الجميل اللي انت اديتهوني ده،
دي مشكله. عشان كده ايه، بعد سنه بلاش نبوظ عادات الطفل الغذائيه بايدينا. قللوا الملح والسكر يا جماعه في اكلكم انتوا شخصيا واكل الاطفال. العيال الرضع ما تجيبولهمش حلويات وما تعرفوهمش عليها، وما تخليش حد يعمل كده بدواعي انه بيحب الطفل او بيدلعه، لان هو كده بيضره وبيضرك انت شخصيا. تمام كده؟ فالاطفال اللي بيروح نجيب لهم الحاجات بتاعت السوبر ماركت والسناكس والحاجات دي، الحاجات دي طعمها حلو، فالطفل هيرفض الاكل بتاع البيت لانه هيبقى شايف طعمه وحش. الحاجات دي مليانه مواد حافظه ومكسبات طعم والوان صناعيه، والحاجات دي ليها اضرار على استهلاكها بالكميات المهوله اللي العيال بتاخدها. الحاجات دي مليانه سعرات حراريه على الفاضي بتحسس الطفل بالشبع، فالطفل ما بياكلش. فده سبب مهم جدا يخلي طفلك بعد عمر سنه ما بياكلش، لما طفلك بياخد الحاجات دي. طب يا دكتور انا ابني بياخد الحاجات دي ومش راضي ياكل، اعمل ايه؟ اقول لك لازم توقف الحاجات دي، وبالتدريج بالتدريج بالراحه. شوف هو بياخد ايه وكم مره في اليوم وبكميه قد ايه، وابتدي معلش قللي واحده واحده عشان يرجع ياخد الحاجات التانيه برضو واحده واحده. والافضل لو طفلك لسه ما حدش اداله الحاجات دي ولا يعرفها، الافضل ما تخلوش يعرفها، لانه لو عرفها هيغلبك. خلاص كده، ده سبب مهم لفقدان الشهيه للاطفال بعد عمر سنه. عندنا ايه كمان؟ عندنا التسنين برضو. ما هو العيال مش بعد سنه بيطلعوا اسنان برضو، ولا هم بيطلعوا اسنان في اول سنه بس؟ فتلاقي الطفل بيجي على فترات ياكل كويس وبعدين يقل اكل، ياكل كويس وبيقل اكل، بيطلع انياب، بيطلع دروس، بيطلع سنه. ده بيحصل، وده بيحصل بتلاقي اعراض التسنين موجوده عند الطفل. فعادي استحملي الفتره دي وزودي الرضاعه شويه، ادي شويه سوائل بتاع لحد ما الطفل يعدي بيها ويبقى كويس. ايه كمان؟ نفس الكلام، ان الطفل يكون عيان. مفيش طفل عيان تيجي تقولي لي هو ما بياكلش ليه؟ هقول لك اسالي نفسك، هو انت لما بتبقي عيانه بتاكلي كويس؟ سبب معروف. فالطفل ايه؟ وانتوا عارفين الاطفال بيعيوا كتير، حاجه معروفه الاطفال بيعيوا اكتر من الكبار. ماشي؟ فالطفل عيان هيقلل اكله شويه، معلش هنعالجه ونستنى شويه يرجع لشهيته والدنيا تمشي.